وصفتنا النهاردة هي معجنات قطنية هشة جدا، طعمها حلو جدا وكمان شكلها حلو قوي. هنعملها بطريقة سهلة جدا، والحشو بتاعها سهل وبسيط جدا ومتوفر عندنا في البيت. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة، وكمان تعملوا لايك للفيديو. اول حاجة معانا كوباية لبن، الكوباية دي اللي هي كوباية العصير او المية العادية اللي بتكون 150 ملي. هنضيف على اللبن معلقة كبيرة سكر، وكمان هنضيف عليهم كيس خميرة فورية، الكيس ده بيكون 15 جرام. وهنقلب المكونات دي مع بعضها كويس، ممكن نستخدم الشوكة وممكن نستخدم المضرب اليدوي العادي، اهم حاجة التقليب الكويس. بعد كده بنفس الكوباية هنضيف عليهم نص كوباية زيت، وكمان هنضيف عليهم بيضة كاملة وبياض البيضة التانية، وهنسيب الصفار هنحتاجه بعدين. هنخفق الصفار كده بالشوكة وهنحتاجه بعدين لدهن وش الفطاير، ونقلب المكونات دي مع بعض كويس، برضو نقلبهم لا اما باستخدام المضرب اليدوي او بشوكة او حتى بمعلقة عادية. وده الدقيق معانا بنفس الكوباية، 4 كوبايات دقيق. هنضيف عليهم نص معلقة ملح ونص معلقة بيكنج باودر، ونقلب الدقيق مع الملح والبيكنج باودر. بعد كده نضيفه بالتدريج على الخليط السائل. هنضيف كده حوالي 1/3 كمية الدقيق، ونقلب الدقيق مع المكونات السائلة بالمضرب كده شوية، يدوب بس نلمه شوية كده وخلاص. بعد كده نضيف الجزء التاني من الدقيق، هضيف كمان 1/3 التاني من الدقيق، وأقلب برضو بالمضرب أو بشوكة أو بمعلقة، هقلب كده شوية. بعد كده أضيف الكمية الباقية من الدقيق، بعد ما أضيف باقي كمية الدقيق هعجن بإيدي. وممكن لو عندنا عجان في البيت نستخدم العجان. هقلب كده الدقيق بإيدي وعجنه كويس جدا، وتقريبا مدة العجن بتكون 10 دقايق. هفضل أعجن فيه لحد ما الدقيق كله يختفي والمكونات تندمج مع بعضها كويس. والعجينة دي ما بتكونش طرية، بتكون يابسة يعني جامدة شوية. يبقى المقادير السائلة هي كوباية لبن ونص كوباية زيت و4 كوبايات دقيق بنفس الكوباية. انا كده خلصت. هكور العجينة، هحاول اعملها كورة او دايرة بالشكل ده، شايفين العجينة يابسة مش طرية. هحط شوية زيت في الطبق ده وادهن الطبق كله بالزيت بالشكل ده. بعد كده انقل العجينة جواه وادهن العجينة من فوق بالزيت. بعد كده هجيب كيس تلاجة وافتحه واغطي العجينة بيه بالشكل ده، وكمان اجيب فوطة نظيفة واغطي بيها العجينة، وهسيب العجينة تخمر لمدة ساعة كاملة. لو عندك دفاية في البيت حطيها جنب الدفاية، او شغلي الفرن 10 دقايق واطفيه، بعد كده خليها تخمر جوه الفرن. دلوقتي هنجهز الحشو. معانا حوالي 1/2 كيلو من البطاطس المسلوقة، هنهرسها كده بالشوكة كويس. بعد كده نضيف عليها الاضافات بتاعتنا، والاضافات اختيارية، يعني ممكن تضيفي عليها حاجات زيادة وممكن تشيلي كمان حاجات. انا هضيف جبنة فيتا، 2 كبار من الجبنة الفيتا، ممكن تحطي انتي اي نوع جبنة تحبيه، ممكن موتزاريلا، ممكن جبنة صفرة، اي نوع. وكمان هضيف 2 زعتر.
ممكن تضيفي بصل وممكن تضيفي فلفل اخضر، وكمان هضيف عليهم معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة بابريكا وحوالي 3 او 4 معالق زيت طعام، وقلب المكونات دي مع بعض كويس. والحشو ده ابدعي فيه براحتك، يعني ممكن تضيفي حاجات زيادة لو ضفتي عليها مثلا بصل او طماطم او فلفل اخضر او فلفل الوان، هتكون برضو حلوة جدا. هنركن الحشو على جنب لحد ما نفرد العجينة. دي العجينة اهي بعد ما خمرت لمدة ساعة كاملة وحجمها تضاعف زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هجيب معلقة وافرغ العجينة كده من الهواء اللي فيها بالشكل ده، بعد كده احاول اكورها تاني. هرش على المفرش السيليكون او على الرخامة شوية دقيق واكور العجينة. شايفين العجينة بقت طرية اكتر لما خمرت. هحط العجينة على المفرش السيليكون بعد كده اقطعها. هرش كده شوية دقيق على وش العجينة بعد كده اقطعها. ممكن استخدم قطاعة البيتزا وممكن استخدم السكينة العادية. هنشوف دلوقتي هتتقطع كام قطعة، القطعة برضو حسب الرغبة، ومش لازم يكونوا نفس المقاس، ممكن يكونوا اكبر او اصغر، لان المعجنات دي ممكن تكون مثلا واحدة صغيرة وممكن تكون واحدة كبيرة شوية، برضو بيستووا نفس السوى لانها بتبقى مفرودة في الصاج. دلوقتي هكور كل العجين ده لكور عشان تبقى سهلة معايا في الفرد، وبعد ما اكورها هفردها واحدة واحدة واشكلها. هتشوفوا دلوقتي هشكلها ازاي. هنجيب كده قطعة من العجين ونفردها شوية بايدينا، بعد كده نفردها بشكل طولي بالنشابة بالشكل ده. الطريقة سهلة جدا وكمان ممتعة ولذيذة جدا. بعد ما تفردوها بالشكل ده والمقاس برضو حسب الرغبة، افردوها كويس بالنشابة بالشكل ده. لو لقيتوها بتلزق معاكوا في النشابة ممكن ترشوا عليها من فوق شوية دقيق صغيرين قوي. بعد كده باستخدام سكينة البيتزا او باستخدام السكينة العادية هنقطعها كده شرايط طولية بالشكل ده. الطريقة سهلة جدا، بس تخلوا الجزء اللي هو ما قطعتوش ده عشان هو ده اللي هنحط فيه الحشو. دلوقتي هنحط الحشو في الجزء اللي احنا ما قطعناهوش ده ونفرده كده، نفرده بالشكل ده. بعد كده نقفل عليه العجينة. هنشد العجينة من الاطراف شوية ونقفلها على الحشو، ومش لازم يتقفل قوي، يعني مجرد بس ما العجينة تلم عليه. بعد كده نبرم العجينة بالشكل ده. شايفين شكلها حلو جدا ازاي، وكمان طريقتها سهلة قوي. بعد كده نعملها دايرة بالشكل ده. طبعا اما بسيبش الدايرة مقفولة كده، اما بحطها على الصاج بفردها عن بعض شوية، لانها اما بتدخل الفرن عشان عليها خميرة وبيكنج باودر فبتتنفخ وبتلزق مع بعضها. دلوقتي هعمل كمان بالسكر، يعني يكون عندنا حلو وحادق. برضو هنفردها بنفس الطريقة ونقطعها بنفس الطريقة، بس بدال ما نحط حشوة البطاطس هناخد حوالي نص معلقة سكر ونفردها على العجينة بالشكل ده. واللي بالسكر دي بيكون طعمها برضو حلو جدا. بعد كده بنفس الطريقة نقفل العجينة على السكر، بس نحاول نقفلها على السكر يعني تكون مقفولة شوية عن بالحشو العادي، عشان احنا بنسوي الحادق مع الحلو، وكمان السكر ما ينزلش من الفطاير في الصاج اللي بنسوي المعجنات فيه. وبرضو هنبرمها بنفس الطريقة ونلفها برضو بنفس الطريقة.
شايفين شكلها حلو ازاي؟ حتى وهي نية شكلها حلو قوي، وكمان الطريقة سهلة جدا. بعد كده هدهن المعجنات من فوق، هدهنها بفرشة بصفار البيضة اللي سبناه على جنب، هدهنها بالشكل ده. لو لاحظتوا المعجنات مفتوحة شوية مش مقفولة. بعد كده هندخلها الفرن، طبعا الفرن مسخنينه من ربع ساعة على درجة حرارة 260، يعني على الاخر لحد ما تستوي. بعد ما الفطاير او المعجنات تستوي من تحت، نولع عليها الشواية شوية عشان وشها يحمر. وده كده شكلها النهائي، شايفين شكلها حلو ازاي وطرية جدا وملمسها قطني جدا وطعمها حلو قوي. والسلام عليكم.